حياكم الله من جديد. السكر للكلمة معنى جميل، إلا أنه الآن بات مقرونا بالسمنة وأمراض كثيرة. لماذا أصبح السكر يضاف في كل شيء؟ وكيف يسبب أو تسبب هذه الإضافة بكثرة إلى الأطعمة والمشروبات العديد من الأضرار والأمراض؟ ما هي البدائل التي يمكن أن نحصل عليها بديلا للسكر؟ ضيف الاستوديو لهذا الموضوع الدكتور فهد الخضيري، عالم أبحاث المسرطنات. أهلا بك دكتور فهد. أهلا وسهلا، شكرا لتلبية الدعوة. الله يحييك، تشرفت بحضورك. كل عام وأنتم بخير وشهر مبارك. وأنتم بخير، الله يبارك لنا ولكم. دكتور، اليوم احنا على وجه شهر كريم، لكن قبل ما ندخل في تفاصيل رمضان وعلاقة رمضان في ربما السكر، خلينا نتكلم عن السكر الأبيض. هذا الموضوع يعني طرق كثير من الناس والكثير خلنا نقول تكلم فيه أعطى نصائح فيه. هل السكر الأبيض هو عدو الآن في فترة حالية، ولا هو عدو من الأساس أصلا؟ أولا، السكر لم يكن موجود في طعام البشر والإنسانية، ليس موجودا بهذا الشكل الذي نراه الآن، وهو السكر المكرر الأبيض المصنع. السكر أضيف لحياتنا من عشرات السنين فقط، يعني قريبا دخل في حياتنا بطريقة يعني مخيفة جدا، بحيث أنه تتزايد نسبة هذا السكر عن الحد الذي يحتاجه الإنسان باليوم. الإنسان يحتاج سكريات باليوم ما يعادل من 6 مثلا، لو كان بالمقياس هذا، من 6 ملاعق إلى 9 ملاعق للشخص النشط جدا، أو 6 ملاعق للشخص العادي. ولكن ليس 6 ملاعق صغيرة ولا كبيرة؟ الملاعق الصغيرة، ملعقة الشاي. وش نوع السكر اللي انا احتاجه؟ نعم، نتكلم عنه. انا هذا ابصل لهالنقطه. ليس بالضروره ان يكون السكر الابيض، لدينا سكريات بالفواكه، سكر الفواكه، لدينا العسل، لدينا التمر ودبس التمر يعتبر سكر. اي ماده تحلي، وسكريات الفواكه، سكريات حتى الدقيق الابيض فيه سكر، والدقيق غالبا الحبوب فيها نشويات وكربوهيدرات، تتكسر وتعطي نفس السكر هذا بالضبط كسعرات حراريه، كمحتوى سكريات في الجسم. فالذي يحتاجه الانسان ليس هذا السكر الأبيض. وبالمناسبة يعني احنا نتحدث عن السكر، استضافتكم جزاكم الله خير على الاستضافة، لكن الشاي بالسكر، وانا ما غيروا لك الشاي، وانا لا اشرب الشاي بالسكر والله ابدا، لاني تعودت على هذا الشيء. حلمات التذوق باللسان تعطيك تأقلم كما تعود نفسك، اذا زدت السكر يزيد التأقلم، فممكن تزيد الى 6 ملاعق في الكاس الواحد، وممكن ان تلغيها نهائيا بالتعود والتأقلم. الإنسان أقلم نفسه للأسف الشديد، الإنسان العصر الحديث، على السكر في كل شيء، في الحلويات، في الأكل، في الشرب، في الشاهي، في القهوة، في كل يعني مراحل الغذاء، وهذا له أثار صحية سيئة جدا كما سنتطرق لها. وأضرار اكتشف الإنسان أخيرا، حتى أنه صار السكر سموم يعني حاليا. ندخل عليها، لكن السؤال اللي يطرحونه الناس اليوم دكتور، لما نقول اليوم والله أنت ممكن تلقى السكريات في الفاكهة، ممكن تلقاها في الخضرة، ممكن تلقاها في نوع معين من من الأكل، اليوم كيف أعرف أنا كشخص طبيعي ما عندي المعلومة هذه، كيف أعرف أنه والله احتياجي مثلا أحتاج تفاحة واحدة، أحتاج برتقالة واحدة هي تكفيني عن ملعقة سكر؟ كيف أقيس الموضوع هذا؟ غالبا الأكل الطبيعي زي الفواكه بعمومها، التمر، العسل، فيها نسب من السكريات تختلف من مادة لمادة. في سكريات حرة يعني زي الجلوكوز والجلاكتوز والفركتوز مثلا والسكروز، في سكريات عالية زي السليلوز عالية التعقيد، بحيث أنها تتحلل فيما بعد، يعني بعضها يتحلل خلال 2 أو 4 ساعات بالجسم. السكريات أكثر من 10 أنواع. الأسوأ شيء السكروز اللي هو غالبا موجود في قصب السكر والسكر المكرر، ثم يأتي بعده الجلوكوز والجلوكتوز والفركتوز، هذه بالتدريج. لكن أسوأ المكونات غالبا ما تتذوقه مباشرة كحلى مثلا. الفركتوز تتذوقه لكنه موجود متداخل مع ألياف ومع معادن ومع نسيج من الفاكهة مثل البرتقال باللب، والتفاح باللب، والقشور، الموز باللب، موجود فيها سكريات لكنها نسبتها لا تتجاوز مثلا 10% من نسبة الفاكهة مثلا، أو 5% بعض الفواكه، إلى 20 أو 30% مثل التمور، أو 70% أحيانا مثل الأشياء الأخرى. فنحن نحتاج إلى الاعتدال في كل شيء، من كل شيء تأخذ شيء بسيط
حاجة الجسم اليومية كمعدل يحتاج إلى من 2000 إلى 3000 سعرة حرارية. 1500 للإنسان الخمول الخامل الكسول، و3000 للإنسان النشط الممارس للرياضة. فهذه السكريات إذا أخذنا باليوم 26 ملعقة صغيرة إلى من 20 إلى 26 تصل إلى 3000 أحيانا أو إلى 2000 تقريبا ما بين 2000 و3000. وإذا أخذنا 36 ملعقة أو 40 ملعقة زدنا عن هذا الشيء فأصبحت هناك كمية زائدة. فنحن لو جعلنا طعامنا فقط من أشياء طبيعية، الفركتوز والسليلوز والجاكتوز والأشياء الموجودة في الفواكه الموجودة في التمر في كذا، ستكون هي كافية. ولو زادت ستتعادل بإذن الله مع الألياف ومع الأيض في الجسم، لن تكون ضررها مثل السكر الأبيض المكرر المصنع الذي يضاف إلى مأكولاتنا. جي، قبل فترة انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي منشور فيه أنواع التمور. نعم. وكل نوع تمر. نعم. وش نسبة الجلوكوز وش نسبة الفركتوز فيه؟ الفركتوز نعم. أول شيء ما مدى دقة الشيء اللي قرناه؟ هل بالفعل أنه في أنواع تمر تزيد فيها نسبة الجلوكوز عن الفركتوز؟ ولو زادت نسبة الفركتوز عن الجلوكوز هل يعني أنه هذا التمر أفضل من هذا؟ نعم التمر؟ نعم نعم, نعم صحيح. ايه؟ هناك أنواع من التمور ايه؟ تكون فيها نسبة الألياف نسبة المواد الأخرى أعلى من السكريات. أيضا نسبة السكروز إلى الجلوكوز إلى الجلاكتوز إلى الفركتوز الموجودة كمعدل. وش الأسوأ، الجلوكوز أسوأ؟ أسوأ شيء السكروز. السكروز بعدين؟ نعم. ثم الجلوكوز. أيوة. ثم الفركتوز ثم الجلاكتوز تقريبا. الجلوكوز والفركتوز تقريبا متقاربة. ايه؟ لكن فيه أنواع من التمر زي مثلا السكري، السكر المتاح فيه أكثر وأعلى طبعا ليس اللي هو السكري مثلا السكري، وبعض أنواع مثل التمور التي يعني تعطي دبس عالي جدا أثناء الضمت مثلا فنسبة السكر عالية تكون فيها تصل إلى 30-40% تقريبا من هذا المستوى تقريبا. بعض الأنواع يكون فيها الألياف أكثر وأعلى، مثلا فيها أنواع أعتقد كتبت بهذه الجداول، اثنين منها صحيحة صدرت من جامعة القصيم، واحد منها من مختبرات كلية العلوم أعتقد، والآخر من الأحساء من مركز التمور أو جامعة الملك فيصل في الأحساء قديما وها قديمة لا، لكن هناك أيضا قننت هذه الأشياء أو روجعت فاتفق على جدول واحد أعتقد هيئة الغذاء والدواء أو وزارة البيئة راجعوا هذا الشيء ووجدوا أنه في تقارب بين هذه النسب. يعني سالفة أنه كل تمر واللي عند الله عنده هذه الناس لازم تنتبه. لا لا لابد ينتبه الإنسان، لابد يكون خصوصا مرض السكر. الفارق ليس كبير بين ايه؟ هذه، لكن ايه؟ لابد أن الإنسان يعني يحسب سعراته وما يحتاجه. لا يوجد تمر سليم جدا أو لا يوجد أكل نقول كل وما ايه؟ شيء شائع عند الناس يقول لك يا دكتور أنه لا التمر فاكهة واللي يعني فيه هذا فركتوز وانه ما يضر لا 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 زي السكر. هذا غير صحيح، هذا انطباع غير صحيح. لابد ان تضبط نسبه السكريات، نسبه مثلا 4 تمرات الى 6 تمرات باليوم كامل. باليوم نعم باليوم كامل لمريض السكر مثلا، الشباب والاطفال والمراهقين اللي عندهم طاقه عاليه وعنده نشاط ويحتاج هذا النشاط ممكن يصل الى 10-12 تمرة او اكثر باليوم هذا حاجته. أما أن يكون الباب مفتوح ليس مفتوحا. وكذلك مثل العصائر حتى نفس الشيء، العصير هو عصير طبيعي لكن أيضا فيه نسبة. راح نجي على العصائر لكن خلينا نروح الجزء مهم جدا دكتور. هل في علاقة بين السكر الأبيض والسرطان أبعده الله عنا وعنك وعن المشاهدين؟ لا لا يوجد علاقة مباشرة ولا يسبب السكر لا يسبب سرطان بشكل بالعلاقة المباشرة مفهومة. العلاقة المباشرة ليست موجودة. طيب. لكن هناك طريقة غير مباشرة ودراسات تعطي انطباع غير مباشر أنه زيادة السكر قد تزيد الوزن، تزيد مشاكل يعني مضاعفات زيادة الوزن السمنة، وزيادة السمنة تؤثر على أحيانا هرمونات الجسم، تؤثر على غدد مثلا غدة البنكرياس أهم شيء السمنة، وبطريقة غير مباشرة السمنة أحد عوامل الأورام مثلا بعض السرطانات زي سرطان الثدي سرطان القولون من عواملها 9 أو 10 عوامل يحسب من ضمنها السمنة أحد العوامل التي تعطي يسمونها هاي ريسك أو خطورة أعلى. فالسمنة أحد العوامل المحسوبة والمدروسة لكن
السمنة جاءت من السكر، فالسكر بطريقة غير مباشرة قد يعني يسبب هذا الشيء بطريقة غير مباشرة إذا حصلت السمنة. لكن شخص يتناول ويمارس الرياضة ويخفف الوزن ويحرق هذه السعرات الحرارية العالية الموجودة في السكر، إن شاء الله يكون بعيد جدا عن الخطر. طيب هذه علاقة السكر بالسرطان. لو بنقول اليوم أنه للسكر أمراض معينة مرتبطة دائما فيه، السكر الأبيض احنا نتكلم، وش أبرز الأضرار والأمراض اللي اليوم ممكن تحصل للشخص نتيجة مداومته على السكر الأبيض؟ السكر أولا يزيد من مستوى إفراز الأنسولين بالجسم، يزيد يرهق البنكرياس، يدمر البنكرياس زيادته كل يوم سكر على الفطور، سكر وبالشاهي سكر، والتمر سكر، والعسل والخبز الأبيض يعتبر سكر، كل هذه السكريات والرز الأبيض، المعجنات، المقليات، كلها في سكر سكر، والشيرة وكل هذه الأشياء، فترهق البنكرياس لتفرز مزيد من الأنسولين علشان يحرق هذا، ثم يحوله إلى شحوم ودهون. فزيادة الدهون أولا إرهاق البنكرياس وتدمير البنكرياس، زيادة الدهون في الدم، زيادة الكوليسترول، الدهون تسبب ارتفاع الضغط لأنه تترسب هذه الدهون على الأوعية الدموية فيرتفع الضغط. السمنة أيضا، ومضاعفات السمنة معروفة، منها الضغط على المفاصل، منها نقص المناعة، منها إرهاق أعضاء الجسم الأخرى، قد يتبع ذلك حصول مرض السكر. ومرض السكر من مضاعفاته مثلا العمى والتأثير على الشبكية، من مضاعفاته تدمير الكلى ومشاكل الكلية. يترتب أيضا على السكريات نقص المناعة وهشاشة العظام. هناك أيضا دراسات أنه أيضا أحد أسباب الإمساك، أحد أسباب تهيج القولون، السكر زيادته في الجسم يعني له أكثر من 16 أو 17 سبب من يعني او من الممرضات او التي لها علاقه بمرض، فتكون بطريقه غير مباشره رفعنا من مستوى السكر، رفعنا من مستوى الدهون حول الخصر، ترسب الخصر يعني او ترسب الدهون بالخصر، ترسب دهون الكبد ايضا، الدهون في الاوعيه الدمويه، إرهاق البنكرياس، حصول مرض السكر، هشاشة العظام، نقص المناعة، تسوس الأسنان أيضا من من الأشياء هي ترسب السكر، وتدمير يعني اللثة وصفة الأسنان عند بعض الناس. حتى هذه كلها أعراض زيادة السكر، زيادة استهلاك السكر في اليوم. نعم. هل هذا ينطبق على الرجل والمرأة؟ نعم نعم، حد سواء. نعم. بس من أكثر تأثرا؟ أكثر تأثر النساء. النساء والبنات غالبا أكثر تأثر بزيادة السكر من الرجال. الرجال عندهم طاقة تحمل، عندهم فسيولوجيا ونشاط هرموني معين يستهلك بعض السكريات أكثر من المرأة لا تستهلكها. المرأة تترسب عندها سكريات أكثر، مقاومة الإنسولين، مقاومة ترسب مثلا تغير في بعض الهرمونات والغدد نتيجة ضغط السكر على البنكرياس، نتيجة ضغط السكر على حتى يعني السمنة أيضا تضر النساء أكثر مما تضر الرجال. السمنة أكثر يعني بطريقة يعني نسبة تناسب. يعني إذا قلنا أن المرأة ممكن يعني تتحمل إلى خلينا نقول 26 جرام من السكر باليوم، اللي هي تعادل 6 ملاعق. أنا ما قلت ملعقة بالبداية، ترى غلطت، تذكرت هي 26 جرام وليس 26 ملعقة. أيه باليوم. أيه 26 جرام هذا للمرأة، 36 للرجل نسبة 26 التحمل. جرام وليس للمرأة. نعم للمرأة. 36 للرجل، بما يعادل 6 ملاعق للنساء وتسع ملاعق للرجال. يعني احنا غلطنا بالبداية، انا عن الجرام والملعقة كنا بالبداية. فهي 26 جرام للمرأة الحد اليومي كامل، المرأة السليمة التي ليس لديها سكر، ليس لديها مشاكل وكذا وكذا وكذا، ووزنها 26 جرام بما يعادل 6 ملاعق، بينما الرجل 36 بما يعادل 9 ملاعق، فالرجل يتحمل أكثر. طيب دكتور، الحين كل هالكلام هذا اللي قاعد تقوله انه السكر واضح الأضرار وبارزة وما في اثنين يختلفون عليها، السؤال اللي يطرح اليوم وهي نفس النقطة، ظهر لنا يمكن كثير من المقاطع، كثير من سواء مختصين وغير مختصين يجيب لك علبة العصير المصنع. نعم. يقول لك هذه تعادل، وفي بعض الجهات الحكومية برزتها. نعم، نعم صحيح صحيح، يقول لك هذه تعادل ست صحيح ست ملاعق أنبوبات سكر. نعم انبوبات. نعم انبوبات سكر، وهذه ثمانية. نعم. وهذه أربعة. صحيح. إذا كنا عارفين أنه السكر له كل الأضرار هذه، كيف نسمح أنه يتصنع؟ هناك فرق بين
التسويق التجاري ورغبة التجار في كسب المزيد من المال بزيادة ضخ السكر لكي يكون الطعم جيد ونغري الأطفال ونغري المراهقين وحتى الناس الآخرين الكبار والصغار لا يتحملون أو لا يقاومون الإغراء من الطعم الحالي والسكر العالي. فهذه يعني كل ما أرادوا مكسب أو زيادة مكاسب وزيادة مبيعات كل ما زادوا السكر. في عصيرات الآن يضخ فيها أكثر، العصير الواحد يضخ فيه 10 ملاعق، كوب واحد 10 ملاعق سكر، وله أسماء يعني أسماء اليوم احنا نحارب الدخان، اليوم نحارب الدخان، هذا أثر مثل أثر أنا الدخان. أعتقد أنه سيأتي يوم الناس يعني أعتقد وليس بعيدا يعني خلال عقد من الزمن 10 سنوات أو أقل سيتذكر الناس أنه السكر مثل خطورة الدخان يعني من الأضرار الصحية، وهذه النسب العالية يعني ممكن نلقى على علبة العصير مستقبلا أنه انتبه سكر عالي انتبه لصحتك. نعم وهذه الأضرار موجودة، إنما النسب اللي تذكرها صحيحة. وللأسف الشديد أول الرخص سعر السكر مثلا ممكن يكون سبب لأنه يضخون 10 ملاعق ولا يفكر ما لأنه الكيلو بريال أو شيء كذا قريب. الشيء الآخر رغبة الناس في مزيد من الطعام والحلا. وبالمناسبة أنا تكلمت عن التأقلم، نعم كل ما زدت سيزيد التأقلم، يعني اليوم تأخذ بالإدمان اليوم يعني. تأخذ ملعقتين سكر في هذا الكوب مثلا بكرة ممكن 3 تتقبل، بعد بكرة 4، اليوم الخامس لو رجعت الملعقتين تقول لا ما في سكر لازم. لكن لو أجبرت نفسك 10 أيام بدون سترجع للمربع الأول أنه بدون سكر أحلى شيء وأطعم شيء يكون شاهي فعلا. وليس نستكمل حديثنا بعد الفاصل. فاصل بقى. حياكم الله من جديد. السكر وما أدراك ما السكر، حديث شيق وطويل اليوم مع الدكتور فهد الخضيري اللي قدم لنا معلومات مفيدة ومخيفة بنفس الوقت عن السكر الأبيض وأضرار السكر على حياتنا وصحتنا وكيف يمكن أن نتقي هذه الأمراض من خلال الأعراض الكثيرة اللي ذكرها قبل شوي. دكتور كنا نتكلم قبل الفاصل عن العصائر وأن العصائر اليوم قد يوازي أثرها السلبي على صحتك كإنسان أثر الدخان. اليوم في برضو منتجات أخرى غير العصائر فيها سكر. قبل شوي لما كنا نتكلم بداية حديثنا تكلمت على الدقيق أيضا. الدقيق وش نسبة السكر اللي فيه؟ الدقيق الأبيض أي نسبة النشويات فيه اللي هو يعتبر كربوهيدرات، يعتبر سكر لكنه معقد، سكر معقد يتحلل في الجسم ويصبح السكريات العادية المعروفة هذه. مجموعة الكربوهيدرات تصل بالدقيق الأبيض إلى أكثر من 80% إلى 90% أحيانا، البقية تعتبر يعني أشياء بسيطة، رطوبة وبعض المعادن البسيطة والفيتامينات البسيطة. دقيق الحبوب عموما البر كامل بكامله بنخالته بقشوره بجنينه سيكون أقل نسبة، السكر سيقل يعني لأنه سيزاحم كمية الألياف الموجودة. وغالبا وجود الألياف مهم جدا في كل أغذيتنا. كان في كتاب أول من كسر حبة القمح وأخرج لنا فينا الدقيق الأبيض ورمى النخالة وجنين القمح والألياف المفيدة والمعادن رماها للبهائم والحيوانات، هذا هو سبب الضرر على الإنسان. لأن هذه النخالة والألياف والجنين وهذه المكونات تعادل وتنظم عمل الأنسولين بالجسم وتبطئ من امتصاص الألياف من امتصاص السكر. هذه الألياف تبطئ من امتصاص السكر ولا يرتفع الأيض بسرعة أو ترتفع الأنسولين بسرعة. ينطبق على العصائر، العصير المائي المشخول اللي منظم مائي هذا نفس الشيء يرفع الأنسولين بسرعة وأيضا امتصاصه عاجل جدا فيرتفع السكر. لكن لو كان العصير بأليافه باللب عصرنا الفواكه بلبها وقشورها بدون القشرة البرتقالي هذا اللي فيه غازات، لكن من اللب الأبيض واللب الكامل ولا نشخلها بالمشخال، نأخذها كخليط مثل ما يسمونه السموثي مثلا بقشوره هذا أصح ويبطئ من نسبة الامتصاص السريع
وإفراز الأنسولين السريع وإرهاق البنكرياس السريع. فهي دائما وجودها كخلطة، وجودها كما خلقها الله، تخلط وتعصر كما هي، أو حتى الدقيق تطحن كما هي حبوب كاملة، يعني يمنع بإذن الله حصول مرض السكر ويؤخر ويؤقلم، بالإضافة للعوامل الأخرى اللي هي الكسر والخمول وزيادة السعرات الحرارية. خلينا ننقلك احنا على وجه يعني الشهر الكريم شهر رمضان، طبعا في كثير نصائح تطلع قبل رمضان، البعض يتحدث انه افطر على عصير، افطر على مدري ايش يعطيك طاقة يعطيك نشاط، البعض يقول لك لا تفطر على عصير لانه يفاجئ البنكرياس وش الصح منهم؟ الصح ان لا فعلا لا تكثر من السكريات، سواء عصير سواء شيره او مقليات او بالشيره او اي نوع. اذا العنصر الاول الماء، العنصر الماء والتمر، الماء والتمر هو افضل شيء للافطار، الماء والتمر. ثم بعد ربع ساعه نص ساعه يبدا الاكل ايضا بنفس التوازن وبنفس الاعتدال قبل رمضان. لماذا ندخل في نظامنا الغذائي في رمضان مشروبات كلها أصباغ، صبغة زائد سكر، كل المشروبات الرمضانية الموجودة الآن بدون ذكر اسمها، سكر وصبغة ونكهات، نكهات يعني ألوان صناعية ونكهات صناعية كيميائية مصنعة من مصانع البتروكيماويات. السكر عالي جدا في بعضها، وبعضهم يزيد سكر أيضا على ما هو موجود في العلب نفسها. لنتناول الشيء الطبيعي، إذا اضطررنا العصير، العصير كما بالخلاط نخلطه حنا ونجهزه بألياته وباللب بدون شخل بدون تصفية. إذا أردنا أيضا الحلويات الطبيعية، سلطة الفواكه، نجهز سلطة فواكه، ممكن نأخذ أشياء بسيطة مثلا من الأطعمة التي فيها حليب، مثلا يعني في حلوى بالحليب وبحبوب وكذا، بالحبوب بالكورن فليكس. نعم، اليوم احنا وهذا موضوع مهم برجع لك فيه. نعم. لازم اخذك للزاويه هذه. طيب دكتور، احنا اليوم فرضنا ضرائب معينه على المدخنين وعلى الدخان وعلى بيع الدخان، لان احنا كدوله راح تكلف على علاجك شيء كثير. صحيح. يعني بالمليارات. صحيح. احنا نتكلم اليوم، هي نفس المشكله راح نعانيها مستقبلا اذا استمر هذا الحال في قضيه السكر. وصحح لي هالمعلومه، اليوم احنا لو استمرينا، وانا بسألك الاحصائيات، اذا استمرينا في نفس المنوال هذا. نعم. في استخدام السكر الابيض بدون قيود تفرض على هالمصانع، هل ترى انه مهم جدا اليوم نضع عمل تحذير على علب العصير، على المنتجات اللي يكون فيها سكر عالي لايضاح انه هذا منتج خطر على صحتك؟ نعم صحيح، ترى هالشيء. نعم. اوافق 100%، لابد ان نضع ضوابط ولوائح. ايضا ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، يعني بعض الناس ما ينفع معه التوعيه، يا ناس اتركوا السكر، ترى هذا ما ينفع معه الا يمكن احيانا اللوائح والانظمه الشديده، والدوله مسؤوله عن هذا الشيء انها تضع اللوائح والانظمه التي تحمي صحه الناس، اولا حمايه لصحتهم وسلامه المواطنين، وايضا هذا يعتبر من الامن القومي الوطني، ايضا حفاظا على الامن الغذائي. الامن الغذائي. نعم. حفاظا على مستقبل هؤلاء المساكين. تصور في احد الدراسات 10,000 طفل في من اطفال المدارس وطلاب المدارس في احد المناطق في المملكه. إيه؟ هذه نشرت او قريبا تنشر، عندهم سمنة تصل إلى 37%. 10,000 طفل، 10,000 طفل عندهم سمنة، يعني 3,700 منهم سمنة كاملة، سمنة يعني مصنف بسبب هذه الوجبات التي كلها سكريات، سواء عصائر، انظر ماذا يباع في المقاصف، حلويات وعصائر وملونات، ويشرب مرتين ثلاث مرات، والبيت أيضا فيه نفس الكلام هذا، وهذه يعني مقياس السمنة العالية هذه. توقع أن عندك مثلا إذا 37% من الشعب يوما ما سيكون عندهم سمنة، لأن هؤلاء الجيل هم الذين سيكبرون، سيرهقون النظام الصحي، سيرهقون ميزانية الدولة للعلاج ضد السمنة، سيرهقون أيضا أهاليهم بالعمليات مثلا المخيفة الضارة الغير آمنة للتكميم أو غيره بسبب السمنة. الصرف إذا كان يصرف على مثلا مرض السكر الآن ما يقارب 20 مليار أو 30 مليار، أدوية مليار لعدد كم؟ العدد الآن يعتبر قليل مقارنة بما يتوقع إن استمرينا على هذا الوضع. كم يعني تصور أدوية السكر الآن وصل بعضها 400-500 ريال للدواء الواحد، غير الأدوية العادية الجلوكوفاي، الأنسولين ومشتقاته والأشياء التي أضيفت الآن، فيها أكثر من 10 أو 20 نوع من أنواع الأدوية، ما تزال حتى الآن
الوزارة تدفع يعني هذا الرقم المخيف من المليارات لعلاج الموجودين الآن. فسيأتينا جيل آخر حوالي خلينا نقول 30 أو 40% من الشعب، يعني 4 ملايين 8 ملايين إلى 8 ملايين، من 4 ملايين إلى 8 ملايين شخص سينضمون لهذا هذه المعاناة الصحية، سمنة، هشاشة عظام، ضغط على المفاصل وعلى القلب، وضغط على الكلى، إرهاق للبنكرياس، إرهاق للكلى، المشاكل، السكر لو حصل مرض السكر ومضاعفاته من شبكي نزف شبكية العين، فشل كلوي، نعم، مشاكل صحية فيها يعني أشياء يعني لا يمكن أن نتصورها. دكتور فهد الخضيري، عالم بحث المسرطنات، شكرا جزيلا لك لكل هذه المعلومات. الله يحييك دكتور. نتمنى انه الرساله وصلت ان شاء الله اليوم على وجه الشهر الكريم. نتمنى ذلك، وكل عام وانت بخير. وانت بخير. فاصل ونعود.